تنازلي للغرامات هي ذلك لظهور مرض خطير يدعى انفلونزا الطيور، والمواطن اللي هيبلغ عن اخوه المواطن هيطلع مصلحه حلوه. كده يبقى تلاعب بارواح الناس. دي اشاعات، ما يسيبوا الناس تذبح وتاكل، هي الفراخ هتعطس كمان. ما ينفعش يا طنط، لانه ثبت علميا ان جيل التسعينات من الفراخ نقاهته المناعية في تدرج مستمر الفترة اللي فاتت. انا مش صعبان علي غير الكتاكيت، مامتهم ماتت والراجل بيبيعهم قدام المدرسة. بقولك ايه، اوعي تيجي جنب الراجل ده ولا حد تشتري منه كتاكيت، فاهمة؟ ده كتكوت يتيم ومامته عيانة. هلا بقولك اسمعي الكلام، انت عارفة انت ممكن لما تقربي من جنب الكتاكيت دي هيجيلك انفلونزا الطيور، هنديكي حقنة قد كده وهتوجع. طب ما يدوا الفراخ حقنة ويدوها دواء وتخف. ما ينفعش يا طنط اللي حضرتك بتقوليه ده، لانه ثبت علميا ان انفلونزا الدجاج تشبه في تكوينها طائر الحرباء من حيث تلونه وتكيفه مع الواقع. الواقع بقى ان الفراخ دي وقعت خلاص في شر اعمالها، انا اساسا مش مقتنع بيها ككائن يعني. طول عمرك يا عادل نقرك من نقر الفراخ. مش مساله نقري من نقرها، يعني مثلا الفراخ دي يا جماعه ككائن عندها جنيحه وما بتطيرش، ايه مكسله تطير يعني تستهبل؟ لا طبعا يا عادل انت اللي بتفتي، الفراخ كان طول عمرها بتطير وبتحلق عاليه، لكن للاسف نتيجه التغير الهرموني اللي حصل لها ضمور في اجنحتها اليمين. اجنحتها اليمين؟ طب خدي دي بقى عندي، الفراخ دي بتبيض اساسا وتسيب البيض بتاعها في كراتين، ازاي اقامل لوحده بتفرط في ضناها بالشكل ده وبتسيبه يعني؟ على فكره بقى انت لازلت مش فاهم وجهه نظر الفراخ. وجهه نظر فراخ ايه بس؟ فراخ ايه اللي عندها وجهه نظر؟ طب خدي دي، الفراخ دي الديك بيبقى على علاقه بكل الفراخ اللي في العشه في نفس الوقت، فين كرامتها؟ فين كرامتها الفرخه دي؟ بصراحه بقى في دي انت معاك حق. عشان كده يا جماعه احنا لازم نامن مداخل ومخارج البيت، هركب عليهم كلهم سلك، والكالون بتاع الباب كمان هيتغير عشان نتجنب اي شنه هجوميه من الفراخ. ايه الشنه دي؟ طبعا مش الفرخه لو عندها انفلونزا الطيور بتشن، واهم حاجه يا جماعه بالنسبه لجناح الفرخه ما حدش شكله خالص، لانها اكيد ما بتشن بتمسح في جناحها. بالمناسبه دي انا اتفرجت على فيلم وثائقي قصير اسمه الطيور، بيتكلم عن شويه دجاج قاموا بمهاجمه جزيره. ده المره دي بقى مش بيهاجموا جزيره، ده بيهاجموا مصر كلها. عشان كده اعلاميا لازم نتجنب يا جماعه اي تعامل مع اي حاجه فيها طيور، يعني مثلا بالنسبه للافلام مش هنتفرج على الدنيا على جناح يا ماما، ولا الفيلم الثاني اللي هو بتاع ديك البرابر، ولا طيور الظلام. حطوا الحاجه هنا بسرعه يا واد انت وهو. ايه ده؟ ايه معلمه بدره ده؟ والله نورت المحل. وايه ده كله ده؟ دي فراخ. طب ليه مكلفه نفسك بس كده؟ يلا يا واد انت وهو امشي راقب الطريق على ما اكلم المعلم وروز. موري موري، بص بقى يا معلم رمزي، البلديه مبهدله الدنيا وتفتش على الفراخ عاطل على باطل. يمكن يكونوا عايزين يعملوا شوربه. هو عاد في شوربه خلاص، دول ناويين على الشر وعايزين يجيبوا المحل ضرفه. قول لي بقى، انا عايز اعرف مين اللي قال ان الفراخ فيها انفلونزا. انفلونزا؟ ما دي غلطتك برضو يا معلمه، اكيد كنت بتسيبيهم مش متغطين وهم نايمين بالليل مثلا. قول لي يا معلم رمزي. قول يا معلم، انت ليك في الفراخ؟ يعني انا ما تحرجنيش بقى يا معلمه، بدره بقى. بتحبها بقى عتقيه ولا بداره؟ يعني انا خايف اقول بداره تبقى بجحة مني بقى. اكيد يا واد. بص بقى يا معلم رمزي، امور خالتك بداره هتتفق معاك اتفاق، بس على شرط الاتفاق ده يكون اتفاق رجال. طبعا، امال يعني اتفاق فراخ؟ بص بقى، انا هاخد القفصين دول ادخلهم عندك جوه لغايه بكره الصبح، واجي الصبح اخدهم لغايه البلديه دي ما تنزاح، وبعدين انا هجيب لك جوز فراخ هديه من غير ولا مليم. ايه رايك؟ ايه ده، جوز فراخ ليا انا لوحدي؟ يعني ممكن مثلا اقعد العبهم واحط لهم ميه ورز وكده؟ موافق. ماشي ماشي. فين؟ لا يعني ماشي، يعني موافق مش ماشي يعني.
عدي عدي يا ام ميرفت. الله هو اكبر يا اخويا، الله هو اكبر. الا قولي لي يا ام ميرفت، انت بلغتي عن كام واحد؟ 5. وعرفتي بقى ازاي انه عندهم فراخ؟ يوه يا مجيدة يا اختي، احنا مش جيران وسرنا كلنا مع بعضينا. جيران وهي باعت جيرانها عادي يعني؟ في ايه سعادل، مش لمصلحتهم يا اخويا، مش بدل ما يضروا نفسهم ولا يضروا جيراننا ولا يضروا اللي حواليهم. وبعد البوباء ده اللي بيتكلموا عليه في الجراد والتلفزيون، يعني انا غلطانه؟ بصراحه انا معاكي يا ام ميرفت، لان الحتميه التاريخيه بتحتم التضحيه بالفرد من اجل المجتمع. الفرد ايه المجتمع؟ ايه دي باعت جيرانها بياعه بياعه يعني. بقول لك ايه يا ام ميرفت، انت عرفتي ان ام شيماء قبضوا عليها؟ يا لهوي، لحقوا يمسكوها؟ ده انا لسه مبلغ عنها من ساعة. بص يا ام ميرفت، اكيد اللي انت بتعمليه ده صح، عايزة تحافظي على العمارة وعلى السكان وعلى نفسك، بس يا ترى بقى عملتي ايه في الفراخ اللي عندك؟ دول حبيبي. عايز ايه؟ عايز ايه؟ افتح دولة، افتح دولة، ده انا جاي واجب معاك يا عم. رمزي ما انساش اخوه حبيبه. انا عايزك تنساني، انساني يا رمزي، انساني يا دولة. رمزي بتبقى اللقمة في بقه يخرجها من بقه ويحطها في بق اخوه. الله يقرفك، رجعها بقه تاني يالا. ما تخافش يا دولة، دي مش لقمة عادية، دي لقمة بقى ممكن يتعمل عليها فتة وشوربة وكوارع وهتبقى ليلة يا دولة. لقمة ايه دي يا عم الساحر؟ مفاجأة. اخلص. انت هتعمل لي ابراهيم الطاير جاي بيه، وريه وريه. طن 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 طن. يا نهار اسود، ايه اللي انت جايبه ده يالا؟ ايه دول؟ ايه يا عم اتخضيت كده ليه؟ هي قنبله ولا ايه يا عم؟ دول حيالنا جوزين فراخ بداره. يا ريتها كانت قنبله، جايب لي فراخ. انت عايز تموتنا كلنا؟ انت ما سمعش عن انفلونزا الطيور يالا؟ اديك قلت بعظمه لسانك يا دول. اهي انفلونزا الطيور، الفراخ بقى مالها ومال الطيور يا عم؟ الطيور بتطير، الفراخ بتركض يا دول. مين؟ مرفت. أم مرفت يا عم، في ايه؟ شغال عند البوليس دي ولا ايه؟ دي اللي مشغله البوليس ده لغايه دلوقتي قبضة 8-7 انفار، احنا التامنين. دي التامن. طب ما انت كده الترتيب كويس يا دولة. ايه هو احنا هنتحبس في الاولمبياد؟ الترتيب كويس ايه؟ يلا بسرعه شيل البتاع دي وتعالى معايا، تعالى معايا يا جماعه، حد يفتح الباب. يلا بسرعه. حاضر. هدي بسرعه بسرعه بسرعه. دولة بسرعه. ليه بس؟ خش خبيهم تحت سرير بسرعه يا عم، تحت سرير كده هيفطسوا يا دولة. صعبان عليك الفراخ ومش صعبان عليك البني ادمين؟ بسرعه بسرعه. تمام يا عم، تمام. استنى بقى نشوف المصيبه التانية اللي بره دي. يلا يلا، انت واقف ايه؟ صعبان مين عليا؟ صعبان. تعال هنا. مش شايف ايه؟ رانيا يا حبيبتي، انا بقى عايزه اسالك سؤال. انا عايزه اسالك سؤال يا اختي، مهم قوي، عشان انت بقى الحلوه الجميله كده. هو المكرونه البشاميل دي لازم تتعمل بالمكرونه المقصوصه، مش ممكن بلسان العصفور؟ والله كنت مامة ميرفت كبشاميل يعني. انا عمري بصراحه ما اعرف اعملها ابدا، ما فهمش فيها اي حاجه. حضرتك ممكن تسالي فيها كبشاميل طنط انعام، هي ادرى مني. قولي بقى يا انعام جدي، المكرونه دي لازم اعملها بلسان عصفور؟ ممكن اعملها بلسان عصفور يا اختي؟ لسان عصفور ولا دبور كله بيتاكل؟ لا لا لا، دبور ايه اللي بيتاكل؟ لا طبعا يا ماما. بصي حضرتك يا ام ميرفت، يعني هو لازم تبقى مكرونه مقصوصه، واحسن حد بيبيع المكرونه المقصوصه واحد اسمه الناطع. الناطع ده بقى موجود في باب الخلقه، تطلع على الناطع تجيبي منه ارخص ب50 قرش من بره السوق. وعندي يا حبيبي المكرونه ولسان عصفور سايب؟ عنده سايب وممسوك وعنده لسه جوه العصفور وكله يعني. ايوه دولة، بس ده المحل ده بعيد، ولو راحت له دلوقتي ممكن تلاقيه قافل يا عم. انت مالك؟ انت مالك؟ انت جاي دلوقتي تعقل وخلاص، اسكت خالص. ايه ده يا اخوي؟ ايه الصوت ده؟ لا لا لا، مفيش ده ولا حاجه يعني، مفيش حاجه يعني، خلاص مالكيش دعوه انت يا ام ميرفت. في ايه يا اختي؟ في ايه اللي جاب الهباب ده هنا؟ ما تقلقيش ما تقلقيش، كله هيبقى سليم ان شاء الله، بس اهم حاجه توطي صوتك والنبي يا رانيا، ام ميرفت بره وبتدور على الثمن اللي هتسلمه. طب اتفضل
هنشيلهم من هنا دلوقتي حالا، نشيلهم من قدام. يا رانيا انا مش فاهم بس ايه اللي قال ايه. الابحاث العلميه اثبتت ان انفلونزا الطيور. هشيلهم ولا لا؟ خلاص خلاص هشيلهم، بس وطي صوتك والنبي عشان المفت لغايه اما تغور. بس انا هتصرف هتصرف. اوكي. يا رمزي يا دول شيل الزفت دول من هنا بسرعه بسرعه. هتطبخوهم من هنا؟ انت اول مره تشوف الفراخ؟ مش عايزه تطبخهم؟ خلاص ما تطبخهمش، لكن دي النعمه. ما حدش يشيب الفراخ بعد كده. ايه ما حدش يشيب الفراخ؟ هي الفراخ دي بنت خالتك، هتعمل لي فيها ديك يا قاضي. شيل الفراخ وامشي يلا. ماشي يا رانيا ماشي. يلا يلا استنى 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 بس ما اشوف الاول ام مرفت دي مشيت ولا لسه. استنى مشيت يا غبي وانا لسه شفتها. مشي تعال تعال يا مشي زلمه غبي جدا غبي جدا. بص الفراخ دي زي ما جبتها روح ارميها مكان ما جبتها يلا. لا يا عم قلبي ما يطوعنيش، اخلى بيهم. تخلى بيهم ايه؟ هم قرايبك ما تتكل على الله، روح ارميهم في اي حته يا عم. طب بص يا دول انا هروح احطهم ابيتهم يعني مع اخواتهم في البازار. بازار؟ انت في غيرهم في البازار؟ كتير يا دول كتير. مين؟ انت تعالى نخبيهم في اي حته. يا جماعه يا اخوانا اللي في البيت اي حد يفتح الباب. في ايه بس مش فاهم؟ انت مش فاهم وعمرك ما هتفهم. احنا عايزين نخبي الفراخ دي. نخبيها فين؟ نخبيها فين؟ بص تعالى حطهم هنا حطهم هنا. صح بسرعه بسرعه بسرعه. بس شيلوا 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 من شيلوا من تعالى تعالى حطهم هنا. هي هي يا غبي صح دي. بس دول انا عندي فكره دول إيه؟ احنا نعلق الفراخ هنا اهو على الشماعه. ها كده اهو. ده على اساس بقى مجيده وهي خارجه تلبس لها اي فرخه منهم. هي غبي هي غبي الفراخ اللي تعلقها على الشماعه. بس بس اهي احنا نعمل اهو خن كده. يلا بينا نشوف بقى بتاعت البشاميل دي. انت شلتوا انتوا يا دول عدم الاستقرار مش حلو للفراخ. يا دول افرض حد دخل ولقى فرخه بتبيض يبقى موقف الفرخه ايه ساعتها؟ يعني خايف تخدش حياء الفراخ؟ طبعا حطهم مش نافع معاك. تعال تعال اقف من فوق ده. نفسي من زمان اطول وش. يعني اشيل لك العمدان اللي في العماره كلها. قولي لي بجد يا اختي، هو انا لازم احط المكرونه البشاميل لبن حليب؟ يعني ما ينفعش لبن البودره بتاع البت بت ميرفت اللي كانت بترضعه لابنها ميدو؟ الله انا ما كنتش اعرف ان ميدو كان بيرضع رضاعه صناعي. لا ده رضع زراعي. اللي هي دول هي كانت بترضعه برسيم؟ انت مش اخوه في الرضاعه ولا ايه؟ السلام عليكم. كويس قوي انك جيتي. هي دي بقى يا حبيبي اللي هتدلني. ليه انت تايهه ولا ايه؟ ايوه تايهه. ايوه اصل هي يعني بتفكر تعمل المكرونه بالبشاميل ومش عارفه ازاي. طب انا مالي بشاميل؟ استنيني بس يا سناء استنيني. الله يخليك يا بنتي انا احترت واحتار دليل. بصي المكرونه البشاميل لازم احط لها لبن حليب، يعني ما ينفعش لبن بودره. بشاميل؟ هو انت عندك عيد ميلاد وعايز تعملي تورته؟ انا مالي، انا جايه من الشغل والمواصلات والزحمه والقرف، تقولي لي عيد ميلاد بشاميل؟ يلا 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 يلا. لا يا اختي هدي شويه، هو انا جاي اشحت منك ولا ايه؟ يعني عاجبك كده يا استاذ علي؟ لا لا طبعا مش عاجبني. لا لا ده انا زعلانه يا استاذ علي. لا 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 عيب. لا والله ده انا زعلانه. ده انت جارتنا يعني. ده 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 ينفع يعني يا استاذ علي؟ لا ما ينفعش طبعا ما ينفعش. لا والله ده انا زعلانه منك يا سلام. لا تزعلي ولا حاجه. هو في حد في حد بيصرخ؟ لا 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 ما فيش، ده تحت في البدروم في البدروم في البدروم. تعالى يا غبي تعالى تعالى.
يا غبي، ما هي الصوابع عامله لك كده، عامله لك كده، افهم تعالى. خلاص يا جماعه ما تقلقوش، دول هيمشوا دلوقتي حالا، انا ما اعرفش عنهم حاجه، هو الزفت ده هو اللي جابهم. ارمي الزفت ده والفراخ دي في الزباله. ما هو لو رماهم في الزباله هيفضلوا كاكو في الزباله. خلاص يرميهم في المصرف. لا ده انسب العز كده غير حضاري كده، ناذي غيرنا. يا اختي ان جالك الطوفان حط ولدك تحت رجليك. يا نهار اسود، هتخلي امي تحطني تحت رجليها؟ انا هتصرف يا جماعه ما تقلقوش، انا هتصرف. تعالى تعالى. يلا استنى، تعالى من هنا. غبي 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 الواد ده. استنى هنا، هراقب الطريق وبعدين اقول لك يلا. يلا يلا. طيب لا انا اللي هقول يلا، انت ما تقولش يلا. طيب يا دول يلا بقى، ما تقولش يلا. انا الاقي الطريق كل حاجه تمام هقول لك يلا، ما تقولش يلا. يلا بقى. اثبت مكانك، اثبت مكانك منك لوك. احنا جمعيه مكافحه انفلونزا الطيور. ها اقول لكم ايه، احنا تنبيه ونبه، تحذير وحذرنا، غرامات وغرمنا، نعمل ايه بقى تاني؟ ها حضرتك يعني احنا برقه، احنا برقه، ما حصلش مننا اي حاجه يا باشا. مش كده؟ مش كده صح. وقعت يا ممرض بقى، انت بقى عماله تبلغي الناس وعندك عشه وبتبلغي عن العشش وتبلغي عن التقفيصه، ها، وانت بيتك مليان مزرعه فراخ صح؟ حضرتك انت فاهم غلط. دي ام انا. انت مرفت؟ مرفت عدم المؤاخذة، يعني البيت فيه ست ستات ما فيهمش ولا واحدة مرفت حضرتك. يعني انا دلوقتي يعني عايز افهم اعمل ايه، يعني انا هرجع فاضي يعني بقى ولا ايه؟ انت ايه جايب ميكروباص وجايب فنلاية ولا ايه؟ حضرتك ام مرفت موجودة في الشقة اللي قدامنا كده اهو. ايوه هاتوها هاتوها بسرعة. حضرتك يعني علمك واضح ان البلاغ صحيح، لان على حسب علمي ان ام مرفت كانت بقالها فترة عايزة تعمل مكرونة بشانيل، وطبعا حضرتك سيدي العارفين ان مفيش دخان من غير نار، فبرضه مفيش بشاميل من غير فراخ او من غير بيض. كلامك اومليت. في ايه يا جدعان كده؟ وهو احنا بنجيب ممنوعات ولا ايه؟ هو في ايه؟ هو ايه اللي حصل؟ مش انا اهو. جاي في ايه يا سعاده؟ يخرب بيتك يا ام كوثر، هي اللي بتسوي الفراخ دي، هي اللي حطت الفراخ دي عندي في اي بيت؟ بقول لك ايه يا ست الحاجه، بصي احنا مسكنا كوثر ومسكنا ام كوثر، واحنا بقى راصدينك، ها، راصدينك وراصدين الفراخ دي من ايام ما كانت كتاكيت يا اختي. ايه جمعيه الكرتون اللي انتوا فاتحينها دي؟ واضح ان سيادتك جالك انفلونزا طيور، خلي بالك. بس احنا متشكرين جدا. العفو، احنا اسفين جدا والله. لا 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 عادي عادي، احنا ياما بنتعرض للازعاج. اتفضل، اهلا وسهلا اهلا وسهلا. وانا يا سعاده اللي هعملوا معايا ايه؟ هيحبسوكي طبعا، مش مخبيه الفراخ عندك، هيحبسوكي. مش مبلغه في سبعه انت الثامنه. سلام عليك يا سعاده. يلا يلا اطلع بره، يلا اطلع بره، اطلع بره. يلا استنى استنى استنى، حضرتك خد دول كمان معاك بعد اذنك. لا يا دولا، دول بتوع ام ميرفت برضه. اتفضل اتفضل. مولا ده مين؟ استهبل يالا. مولا بقى ده. خلاص يا عم انا هروح اسحب لنا جوزين فراخ من اللي في البازار ده، والمعلمه بدره مش هتحس باي حاجه، وتبقى كده اتعوضت. ده كده مش اتعوضت، ده كده اتعورت. ايه ده يا دولا؟ تعالى لي بقى، تعالى لي. لا يا دولا، لا لا لا، هبطحك هبطحك. لا يا دولا، دولا يا جن يا جن يا حبوب، تحب وتحن انت يا دولا بقى. اكيد بقى كنت بتمشي بقى وراها كده وتقعد تعكسها وتقول لها اكيد ماما كانت نحله علشان جابت العسل ده، اكيد ماما كانت جاموسه علشان جابت القشطه دي، صح يا دولا؟ يخرب بيتك، انت كنت بتمشي ورا اي بنت تقول لها ماما جاموسه وعايز عايز تتحب؟ تتحب ازاي يالا؟ تتحب ازاي؟ ما فكرتش جاموسه؟ جاموسه ايه؟ عارف انا رمزي، انا كنت تقيل، انا في الجامعه كنت تقيل قوي، يعني الكلام يطلع مني بالقطاره. اربع سنين بحب واحده ولا عبرتها ولا كلمتها ولا كلمه، لغايه بقى اما خلصت الجامعه ونجحت بقى بتفوق، جبت مقبول جدا يعني مع مرتبة كده الدهاني، وساعتها بقى اتشجعت
ورحت لها عند ممر جيمي عند التلاجة اللي هي بتاعت المية الساقعة دي تعداد. ورحت بقى ايه قلت لها بحبك. وهي هي كانت بتشرب من بوز الحنفية يا سعيد. طب وبعدين هدول ما فيه شربت ومشيت والحنفية ولعت بعديها بقى. يلا مش اشكال مش اشكال بس الذكريات يلا ذكريات جميلة ايام الجامعة دي. عارف اماني دي هي دي كانت ملهمتي، هي دي اول واحدة خلتني افكر في حكاية ان اكتب شعر وان انا اقعد بقى ايه يعني ابقى رومانسي وكده. كتبت فيها اشعار كتير. لا يا راجل. اول قصيدة كتبتها فيها هنا. بص سمعك يا ريت. اماني هي اسمها اماني. اماني ماني ماني أماني ياني 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 يا مدوخاني خاني خاني. ايه دول انت كنت راكب مراجيح ساعتها؟ بص اوعى اوعى استهتر بالشعر بتاعي، ركز معايا. برغم احزاني زاني زاني، ومع اني وحداني داني داني، معاكي مش اناني ناني ناني، واروق لك الاناني ناني ناني، من عند البستاني تاني بني تاني. يا أماني ناني ناني، اتنين اتنين، أربعة أربعة، ستة ستة، تمانية تمانية، عشرة عشرة. إيه ده دولة؟ يا دي قصيدة رقمية ولا إيه؟ دي نمرة التليفون. إيه ده الموبايل بتاعها؟ موبايل إيه؟ بقول لك زمان ما كانش فيه موبايلات. موبايل قديم ممكن. نمرة التليفون بتاعها. إيه طب ما تيجي نديها رنة. رنت ايه؟ بقول لك تليفون بيتها. طب دول اكلمها، دول اكلمها، ولو حد من اهلها رد يعني اقول له انا زميلها. اقول له زميلها وجاي بسال يعني عشان المحاضره بتاعت بكره الساعه كام؟ يا ابني الكلام ده كان زمان، كان من 15 سنه. زمانها دلوقتي بقى اتجوزت وخلفت، او احتمال تكون ماتت، او وقعت مثلا من الشباك، او خبطتها عربيه. يا ابني الاحتمالات التشاؤميه دي عموما برضه هي اللي عملته في دنيتها ما كانش قليل. ده ياما استغلتني محاضرات، وكنت اكتب لها محاضرات ما كانش في تصوير بقى مستندات ساعتها، اكتبها بايدي، اكتب لنفسي واكتب لها، وكنت اجيب لها سندوتشات من ممر جيمي، شوكولاتات، عصاير، مرمطتني مصاريف. يلا الله يرحمها بقى. اتخمت بقى اتخمت بقى ونام، ما تعملش زي العيال الصغيره. نفضل نقول لك نام بدري، عندك مدرسه الصبح، عينيك هتوجعك من كتر ما بتشوف التلفزيون. نام بقى وتهد. ايه اللي نام وتهد؟ لعلمك بقى انا اصلا بتفرج على الفيلم ده لان فيلم شاددني جدا يعني صراحه. شدك والنبي ايه؟ طب حاسب من كتر ما بيشدك تتكفي على وشك ما تعرفش تقوم. يا لطيفة يا لطيفة يا ظريف يا ظريف يا خفيفة يا خفيفة. اتنين اتنين اربعة اربعة ستة. ايه ده؟ هو انت اجازة بكرة؟ لا ابدا، انا اصلي لا مش اجازة. غريب، امال ايه اللي مسهرك يعني؟ لا مفيش، اصل في فيلم شددني جامد يعني فقاعد بتفرج عليه. طب كويس، اقعد بقى اتفرج معاك. لا ما ينفعش تتفرجي معايا لان ممكن هو شددني انا اقدر اقاومه، لكن لو شدك ممكن يشقلطك في اي حته. خش نام خش نام خش نام. ماشي ماشي عادي. اتنين اتنين اربعة اربعة. يا روحي سلامة نظرك، ده التليفون الريموت هناك. انا دايما بتلخبط بين التليفون والريموت. ده ايه؟ ايه ده عادي؟ ايه ايه ده؟ ده الفيلم ده بحبه جدا، ده الفيلم ده بيشدني على طول كل ما يتقرب في التلفزيون. ايوه انا الفيلم ده مش عاجبني خالص الصراحه، يعني فيلم وحش، انا حتى كنت بفكر اقوم انام واسيبه يعني. ليه يا عادل بقى ابعد. ايوه الفيلم ده مش بيشدني، ده بيزقني. بصي انا مش هتفرج على الفيلم، انا نايمان هخش انام انا بقى. رن يلا صباح على خير.
ايوه انا عادل، مين معايا؟ ايه؟ اماني؟ معقوله؟ ازيك يا اماني؟ عامله ايه؟ مين اداك النمره؟ رمزي؟ تخيلي رمزي ده اول حاجه عملها في حياته صح؟ ان اداك النمره طبعا. يا اماني يا حاج شلا اماني اخبارك ايه؟ والله وحشني جدا يا حاج شلا اماني. ايه انت فين؟ لا والله يعني عارف هو بس يعني الظروف اللي حصلت يعني، لكن مسير الحي يتلاقى. طب بص بقى يا حاج شلا اماني، انا يعني هكلمك بقى بالليل كده في الهدوء، هنبقى نتكلم براحتنا يعني. والله زمان يا حاج شلق من لا هكلمك بالليل طبعا، بس انت بقى اوعى تخرج بالليل، اوعى تروح السوق ولا الكوافير الحلاق مثلا تكون عايز تحلق ولا حاجه. ويعني ما تنامش بدري يا حاج شلق من هكلمك ماشي. يعني شوي ماشي. باي يا معلم. ايه في حد يقول لمعلم باي باي؟ ايه ده؟ وانت فكرك ايه عن المعلمين اللي هم كانوا زي بتوع زمان بقى ويلبسوا الجلابيه والعمه والبتاع؟ لا لا لا، معلمين دلوقتي مختلفين تماما. يعني مثلا عندك حد زي الحاج شلق اماني ده راجل خريج مدارس اجنبي. لا راجل متفتح جدا. ويا الحاج يا هخش الاوضه بقى يعني عشان يلا. مش هننام ولا ايه؟ بيبي انت وحشتني قوي. طيب ما تشوفيش وحش. ايه الرد ده يا ابني؟ ايه ماله الرد؟ ما رد زي الفل اهو. لا اكيد في حاجه مزعلك يا بيبي. بالعكس بقى، انا اكيد في حاجه مفرحاني. يعني ايه؟ ايه ده انت هتنام ولا ايه؟ ايوه ده انا نمت اصلا من نص ساعه. يلا صباح الخير. صباح الخير. وانتي من اهل. ايوه يا اماني بجد وحشتك. طيب قوليها تاني كده. انت وحشتيني اكتر. يا عارفه يا اماني، يا ريتني كنت اعترفت لك من 15 سنه، اكيد كان كل حياتي اتغيرت. بس ولا يهمك، ملحوقه يا اماني ملحوقه. اماني انا ممكن اقول لك يا منمن؟ ايوه زي زمان. ايوه يا منمن منمن. ايه هتنامي؟ طيب ماشي. لا اقفل انت الاول. لا انت الاول. لا انت الاول. طب بقول لك ايه رايك نقفل احنا الاثنين مع بعض؟ ماشي هعد لغايه 7 وبعدين نقفل. 1 2 3 4 5 6 7. ها ما قفلتيش ليه؟ الو الو قفلتي؟ اصحابي يا اهلي يا دي يا رمزي، انا عايز اخدكوا في احضاني. حاجة غريبة حاجة مريبة، الدنيا لها طعم عجيب. انا ديك واصحى من النوم الاغيب وابعت فرخات صحيح. الدولة انت مزاجك عالي قوي النهاردة.
قوي 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 يا رمزي. ولا رمزي انت عمرك سمعت عن الحب الاولز؟ اه طبعا الحب الاولز ده دولة ده اكترهم تفوقا، ده شاطر جدا. فعلا هو اكترهم تفوقا، لان طبعا الحب انواع، بيبقى فيه حب فاشل وفي حب مثلا بيبقى ناجح بس بمادتين وحب ناجح قوي، بس ده بقى حب اشطرهم. ده صح يا ليه خبيتك. يا دولة انت اي حاجة يعني تخص الجنب الشمال اللي بيقعد يدق كده اسألنا انا. تعرف يا رمزي انا ندمان على العمر اللي عدى ده بعيد عن الحب الاول، بس عادي ملحوقه. وهتلحقوا ازاي يا دولا؟ هو بيطلع الساعه كام ده النهارده؟ الساعه 5:30. ايه ده انت هتقابلها من 5:00 و5:30 وانا واقف كده هناك يا حبيبي عليك الكوس حبيبي وانا بس كده خطر يا دولا، كده خطر بصراحه. يعني احتمال باباها ومامتها واخوها وخالتها وبتاع يبقوا رايحين نفس المكان بالصدفه، هتعمل ايه؟ الصدفه العائليه المركبه دي انت جمعتها ازاي؟ دي عايزين البوم يا ابني دول. دي صدفه محتمليه يا دولا. لا بص يا رم، ما تخافش ما تخافش ما تخافش. ايه ده انت فاكر ان انا هضربك ولا يلا؟ يا ده انت ابن عمي يلا، ده انا بحبك يلا يا رمزي. بص النهارده البازار ده بتاعك، انت مدير البازار، لا انت صاحب البازار، تعمل فيه كل اللي انت عايزه بقى، تكسر البضاعة، تقفل الباب، تفتح الباب، ما تبيعش، تنام، تصحى براحتك خالص يا رمزي، عشان تعرف انا بحبك قد ايه. ربنا يخليك يا دولا. بس اهم حاجة لو رانيا اتصلت هتقول لها ايه؟ هقول لها ما تتصليش هنا تاني يا بت. قشطة؟ قشطة. من 5:00 و5:30 وانا واقف بستناك. خش هات الكرسي ده، هات الكرسي ده وتعالى اقعد هنا. اقعد اقعد، المشوار هات بحالي. حضرتك معلش انا اسف يعني، هو بس المكان ده محجوز يعني. يا واد قلت لك ما تلعبش في مناخير اخوك يا واد، احسن قسما عظما انسل الشبشب على وشك. حضرتك انا مش معترض يعني على تربيه اولادك يعني بالطريقه اللي انت شايفاها صح، وتنسلي الشبشب ده وضع طبيعي، انا ما تنسل اللي عليا شباشب يعني، بس حضرتك يعني يا ريت تنسليه بعيد لان هنا محجوز حضرتك يعني. نفسي هزارك يا مضروب، عامل نفسك مش عارفني وبعدين تيجي وتعاكسني بعد كده. مش عارفك ايه، هو حضرتك هو انت ام اماني؟ نفس هزارك بتاع زمان بس تقل شويه، ده انا ما خلفتش غير 3 مرات، واحد راح وخلاص وهم دول اللي فضلوا، عادل وعدوله. تقول لي يا بنتي اماني مسميهم عادل وعدوله ليه؟ اقول لك على اسمك، بيفكروني بيك. عادل اكلمه لما ابقى عايز اتكلم معاك كده في موضوع مهم، موضوع جد. انما عدوله بقى لما ابقى عايز افتكر ايام زمان، ايام سكشن 4 ومدرج 6 اللي قدام حمام الصبيان. حمام الصبيان حضرتك بصي انت صراحه يعني شكلك مش اماني خالص. انا عارفه ان انا حلوت واتدورت شويه. اتدورت ايه؟ قولي اتكعبرتي يعني. معلش لو حضرتك اماني انا بقى مش عادي. بطل بقى هزارك البايخ ده. حضرتك بصي ماشي، لو شكلك مثلا اتغير هنقول عوامل التعريق عوامل التغطيه، لكن كمان صوتك اتغير ازاي يعني؟ حضرتك وانت بتكلميني في التليفون انا كنت سامع صوت مختلف تماما، ده انا السماعه كانت بتترعش، كان صوتك واصل لي نغمات مجسمه. انا كده صوتي في التليفونات وتليفونات الترنكات والكباين يبقى كده. وانتم مركبين في بيتكم كابين التليفونات ولا ايه؟ بصي حضرتك عموما يعني حتى لو انت اماني فانا خلاص يعني متشكر قوي وفرصه سعيده وسلام عليكم. سلام عليكم يعني ايه؟ يعني مش هشوفك ولا ايه؟ حضرتك ما تشوفيش وحش يعني، كمان 15 سنه ان شاء الله هتشوفيني وبراحتك خالص، ويكونوا حتى الاولاد كبروا ما بقوش يلعبوا في مناخير بعض يعني. سلام عليكم. 5 ايه و15 ان شاء الله؟ اقعد استناك 15 سنه؟ طب انا اروح فين ال 15 سنه؟ اقعد فين ال 15 سنه؟ ايوه حضرتك يعني عادي جدا تقعدي مع ابو عادل وعدوله يعني. ابو عادل يا اخويا خلع، خلع من اول رجل اديتها له بعد الوهاتك اللي قلتها لي.
حضرتك بص يعني خلع ما خلعش انا مش مسؤول عن الحكايه دي خالص يعني. اني مش مسؤول عن الحكايه دي؟ بقول لك ايه، انا شامه كده يا اخويا بقى ريحه جيش يقرب، وسيبيني اكون نفسي واسطر اختي الاول، وابويا هيحرمني من الميراث وهيسلم الميراث لاخويا اللي مش شقيقي وحاجات كده. انت عايز تخلع ولا ايه؟ ايه انت هتخوفيني يعني؟ ما انا برضو شامم يعني. شامم ايه عنيا؟ شامم ريحه نضرب لنا ورقتين عرفي، وبقول لك ايه، هو الواد اللي في بطني ده ابني زي ما هو ابنك، ونعمل تحليل دي ان ايه ونلف على المعامل. لا مش كل الطير اللي تاكل لحمه، انا مش كده. اسمع بقى يا حبيبي، انا غير كل البنات دول، تحب تسمع؟ احب اسمع. سمعك يا عنيا. ايه ده اهو؟ وانا اقول مبنى الاذاعه ده بيطلع منه الشرايط دي ازاي؟ كنت اعترفت لك من 15 سنة. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ اكيد كان كل حياتي اتغيرت. ايه ده؟ لا 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 لا، حرام عليكي. انت ايه؟ انت ما عندكيش اخوات بلاستيك؟ حرام عليكي، تعملي فيا تاني؟ تمسكي عليا زله عشان امنت لك؟ كان عندي وخلص يا عنيا. انا عملت لك ايه طيب؟ يعني حضرتك طيب طلباتك ايه؟ تكتب عليا حالا يا اخويا، انا خلاص سمعتي اتلطت. ايوه اكتب عليكي ايه بس؟ يعني حضرتك ده صعب، يعني صعب ان انا اعمل حاجه زي كده، انا راجل متجوز وعندي بنت. يعني اسمع بقى يا عدوله يا حبيبي، انا عسلي عسلي ومر مر، لا تدوق عسلي لا دواك المر. حضرتك انت ايه بتخوفيني يعني ولا ايه؟ ما انا برضو يعني ما انا برضو شرباطي شربات وخلي خل، يا تدوقي شرباطي يا نقعك في الخل. ايوه في تماثيل وفي طفات وفي كل حاجه. خلاص ماشي فاتن. سلام. قوم يلا كده تديها لمراتي يا حيوان. ايه ده هي رفضتك؟ يا ريت رفضتني، دي مسكت فيا بايديها واسنانها عايزه تدبسني في جوازها. شرع ربنا دول ايه؟ انت لسه معاك ثلاثة يا ابني، وبعدين بص احسن انك تطلق رانيا اصلا وابتدي من الصفر. يا ابني دي اساسا مضبعه، اطلق رانيا ايه؟ رانيا بالنسبه لها ملاك، ده كفايه ياسمين بس الواحد يبص في وشها الساعه الصبح. ايه اقدم لك سيد اخويا، سيد مستودع. هو ده يا بيت؟ هو يا اخويا. بقى انت بقى بتغرغر باختي. غرغر بيها ازاي حضرتك؟ ما ينفعش نغرغر بيها خالص، دي ممكن يبقى فيه استحلاب بس على صغير يعني. غرغر ولا ما غرغرش يا بيت؟ غرغر يا اخويا بس على خفيف كده. اخس يا دول عليك، اخس بقى، انت تطلع دوم وندل للدرجه دي؟ يا بص بقى معلم، لازم يكتب عليها. الله ينور عليك يا هندسه. ما احنا لينا اخوات بنات برضو. وبعدين الغلط ملموم. ولا بص، مش ناقصك النهارده خالص، اطلع بره. ايه انت عايز توملس؟ ما اشوف بقى، ذوق عافيه، يمين شمال فوق تحت، حركات مكسرات، ابيض على اسود، هتصلح يعني هتصلح. حضرتك اصلح ايه؟ ما هي زي الفل قدامك، مش محتاجه اي تصليح. وبعدين حضرتك انا معيش العده يعني، وبعدين حتى لو معايا عده اجيب لها منين قطع؟ وبعدين حضرتك النهارده احنا اجازه عشان عيد العمال. يعني مش عايز تصلح؟ خلص الكلام. وانا تيتو معمنا معلمي. ايه ده تيتو مش شبه الفيلم خالص. ولا حب ايطاليا. أمانة معلمي. حرب إيطاليا هو يالا، بس قبل ما يجي بقى على مصر على طول، كان أما جه مصر حالة. ولا مافيا. أمانة سيدي معلمين. ايه ده وحضرتك عندك كله أكشن كده، مفيش حاجة خفيف رومانسي مثلا؟ العشق والهوى، شورت وفانيلا وكاب مثلا. ودا كاب. عمرك يا معلم، هو ده؟ ايه ده ما شاء الله، شكله طيب عنه خالص، واد الشورت فعلا والفانيلا والكام. ما ده الصغير بس ملوش كلمه هنا. يا سلام، اهلا وسهلا بيهم كلهم، يعني مجموعه هايله. ده الصغير اكيد ما جابش ايرادات طبعا يعني. انا برضو عندي الصغير ده ملوش كلمه. واد رمزي بص ملوش كلمه ولا لي حضور حتى حضرتك. عموما انا جاهز، يلا ابتدوا تضربوا بقى عشان مستعجل. يلا هتضربوا في الوش الاول ولا ايه؟ انا تخني يا عادل، انا تخني.
بص انا غلطان وندمان ومش هسألك يعني صراحة هتعملي فيا ايه، ولو انتي قلقانة ان انا اخونك يعني واتجوزها، لا اكيد مش هتجوزها، حتى لو سيد مستودع ده فجر فيا المستودع كله يعني. محدش يقدر يمس شعرة منك طول ما انا عايش على وش الدنيا. ربنا يخليكي ليا يا رانيا. هتعملي ايه؟ سيبنا نتصرف. ماشي يعني خلاص مسامحاني؟ لا طبعا ما سامحتكش، سيبنا نتصرف في الاول وبعدين يجي بعد كده حسابنا مع بعض. ماشي اوكي. هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ انت تنام جنبي هنا ولا ايه؟ يلا يلا حبيبي، يلا يا بابا ادينا بره، يلا يلا. انت تاخد مخدة؟ اهلا اهلا، ازيك يا سيد؟ ازيك يا اماني؟ ازيك يا عدوله؟ انا مش عايزك تزعل من اللي حصل امبارح. بالعكس يا عم، ده اللي حصل امبارح خلاني اتمسك باماني اكتر. يعني انتوا عيله محافظه واضح طبعا، واحنا برضو عيله محافظه، فالمحافظات يخشوا في بعض يعني نبقى جمهوريه مع بعض يعني. اهلا وسهلا. ما ده العشم برضو. اهلا اهلا. احب بقى اعرفكم بعيلتي. مبدئيا اعرفكم بمراتي الاولانيه. انت يا بنت يا نمره واحد يا فتحيه. عملت ايه يا بيت؟ زغطت الانارب وحطيت الكزب للبط وللمعيز وبزرت وحصدت وخزنت ولميت وتاني جايه على طول. ايه ده؟ ايه الموسم السريع دي؟ دي اسمها فتحيه دلتا، دي مراتي الاولانيه. اركني على جنب يا بيت، تعرفكوا بقى بالتانيه. اصبر، نمره اتنين تجمع. Oui, mon chéri, mon chéri, je t'adore, je t'adore. Qu'est-ce que tu veux? I'm at your service. ومش فاهم منها اي حاجه من يوم ما اتجوزتها. دي نمره اتنين. دي يا سيدي اسمها ثانيه صرافه، حضرتك هي دي المسؤوله عن الفلوس في البيت. انا طبعا متجوزها عشان فلوسها يعني. يا روحي اقفي جنب درتك، اجري يلا اقفي جنب درتك هناك. دي متجوزها يعني وبستغلها، فانا من اول ما اتجوزتها بستغلها بقى، باخد فلوسها واخليها تقعد تصرف علينا طول الوقت. اصبر اصبر، اعرفكم على نمره ثلاثه. نمره ثلاثه تجمع. من ناحية قلبي ونار قلبي حبيبك حبيبك حبيبي لو داس على طرفي لرقاها بالسر. دي مراتي نمرة ثلاثة يعني. أهلا وسهلا. ها عملت إيه في القطر اللعبة اللي أنا جبتهولك يا بيت؟ ركبته يا عادل. حلو قوي. طب والطيارة الورق اللي أنا عملتها لك؟ فكرتها في البرج يا عادل. طيب روح اركني جنب دراي، ركناك اتكل على الله. دي مراتي نمرة ثلاثة يعني، اسمها سوسن الهبلة. طب دي اتجوزتها لي كمان؟ اهو برضو الواحد يعني بيحمد ربنا على نعمة العقل، كل ما اشوفها افتكر العقل اللي عندي احمد ربنا الحمد لله. ها عايزين نشوفوا حد تاني ولا ايه؟ انت بقى يا اماني هتبقي نمرة اربعة، لان صراحة الحجم ده انا ناقص عندي خالص زي ما انت شايف يعني، فانت هتنوري البيت وتبقي نمرة اربعة حلالي. بص انا هوصل بقى اشتري العفش من دمياط واديك رنة تكون جهزت. يلا يا سيد. لا تديني رنة ايه؟ لا لا لا، ما انا عندي العفش انا لسه مغير النابوليا كلها. لا 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 برضو برضو الامر يعني يعني ما اسلمش يعني، يعني نظبط امورنا يا بينا امان وبنشيل كويس يا بنت. مع السلامة، مع ألف سلامة، مع ألف سلامة. خدوا الشر وراحوا الحمد لله. رانيا يا حبيبتي، رانيا رانيا، شكوكو، سمعة سمعة. السلام عليكم. يا رمزي خير؟ عايزني في ايه؟ لا مفيش حاجة. اقعد. مفيش حاجة اقعد؟ يعني انت بخليني اقفل البازار عشان مفيش حاجة؟ اصل بيني وبينك يا دولة يعني كنت عايز ازوغ من البازار وقلت بقى يعني حد شجعني. حد يشجعك، وانت بقى اخترت الراجل الصح اللي يشجعك. قال لي لقيته بقى. طب ما احنا كده ممكن يتخصم لنا يومين يا رمزي. يتخصم لنا ايه يا دولة؟ ده انت صاحب الشغل، انت نسيت يا عم ولا ايه؟ تشرب شيشة؟ شيشة. طيب مخصوم لك 3 ايام يا رمزي.
ومن بكرة الصبح تطلع على البازار تسيقه كله وتمسح التماثيل تمثال تمثال، وخلي بالك من تمثال حتحور، انت كسره قبل كده 3 مرات. لا انت مش بتقول بكرة، احنا ولود النهار. ولود النهار 4 ايام خاص ما رمز. ايه ده؟ انت شايف الراجل اللي قاعد هناك ده؟ شايفه. ياه ده واحد عمري ما تخيلت ابدا ان السنين هتجمعنا انا وهو في مكان كده هو من غير ما حد ابدا. لا مش هو. مش هو. انت ايش عرفك بس؟ عارف بقالي 15 سنة نفسي اشوف الراجل ده. انت عارف الراجل ده بالنسبة لي يبقى ايه؟ ايه يا دولة؟ الحب الاول؟ الحب الاول. هنهزر. 5 ايام خاص ما رمز. 6 ايام. بتزود؟ ماشي ماشي. ده ابني الشاعر حمدي عجلان. ايه ده؟ عجلان؟ لا مش هم. بس يلا بس يلا. صباح الخير. مش حضرتك الفنان الشاعر الكبير الأستاذ حمدي عجلان؟ أيوة. أي نعم هو. حضرتك أنا عادل سعيد، مؤلف على قد يعني، كاتب ديوان شعر، وعندي بازار جنب القهوة، يا ريت أقدر أعزم حضرتك على أي حاجة يعني. لا لا لا، في الحقيقة مش هقدر أشرب أي حاجة. لا 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 لا، ما يصحش يا ريس عجلان، ما يصحش كده. لا حتى يعني حتى حضرتك لو ما شربتش حاجة يبقى كأنك تفيت في وشنا كلنا. ده تشبيه بليغ وطالع منك كده بتلقائية وعفوية. على فكرة أنت فنان فطري. لا لسه ما فطرتش والله، بس مهفوقة، ممكن كلنا نفطر مع بعض. الفطرية والفطور. الفطرية والفطور يعني جناس ناقص. جناس ناقص؟ على فكرة صاحبك بيقول كلام قديم قوي. قلت لي أنت اسمك إيه؟ الأستاذ رمزي. رمزي. تعرف يا رمزي إن بعض الكتاب بيقولوا على بعض القصايد بتاعتي إنها بتنتمي للمدرسة الرمزية؟ على أساس هو رمزي ورمزية. عارف حضرتك والدته برضو الله يرحمها كان اسمها رمزية، كانت مدرسة برضو. ما أنا علشان كده كنت بزوغ من المدرسة. أمي بقى. اشربوا يا بهوات. تشرب إيه يا ريس عجلان؟ أشرب حاجة على ذوقك. على ذوقي؟ حلبسة يا رمزة حلبسة. حضرتك يعني أنا حضرتك بقالنا كتير قوي يعني ما شفناش أي دواوين جديدة لحضرتك، واضح إن حضرتك عندك احتباس فكري وتمر بمرحلة مخاض فكري للاندماج أثناء ولا إيه؟ أنت مش هتفطر يا أستاذ عدلي؟ عدلي بيقول لك عدلي ده شارع عادل حضرتك. وأنت يا أستاذ رمزي هتفطرني إيه؟ حضرتك انا عامل ديوان شعر. يا استاذ خلينا في موضوع الفطار الاول. حضرتك تحب تفطر لحمه؟ لحمه يا ريت والله يا ريت. حضرتك اسمعك قصيده بعنوان مصر هان. يا استاذ ما تحاولش تقتحم خيالي في اللحظه ديت. طقم بقى سلطات مع سائح. 7 ايام خاص. طقم سلطات مع سائح، بكده تكتمل الصوره. دولة انت سمعت بقى احنا عايزين ايه؟ ها رجلشنا بقى. رجلشكو ده انا هروقك. حضرتك ايه رأيك على ما الاكل يجي يعني اسمع حضرتك جزء من ديواني بعنوان مصر ها؟ هيكون في لحمة؟ ان شاء الله هيكون في لحمة. حضرتك يعني انا الديوان بتاعي بيتكلم عن الانسان المعاصر اثناء مروره باشارة المرور، والدنيا زحمة جدا وهو متأخر على شغله وعايز يروح عشان المدير بتاعه بيخصم. ممكن اقول رأيي؟ فضل. ممكن تكون اللحمة موزة ضاني بالبطاطس. يبقى ناكل عند العسكري. انا اؤيد هذا الاقتراح. وانا اؤيد هذا الانسان. وانا بخصم لك 8 ايام. حضرتك يعني مش تسمع جزء من ديواني اللي هو بتاع مصر ده؟ هو احنا مش هنروح ناكل الاول؟ ايوه طبعا هناكل يعني. خلاص انا هعمل لك ندوة تقول فيها كل قصايدك، وانا بقى اللي هديرها لك بنفسي. معقولة؟ يا نهار اسوح يا نهار اسوح، ده شرف كبير جدا ليا يا فندم والله. وبعد بقى اما ناكل من عند العسكري نطلع على النبطشاجي بقى بتاع لقمه القاضي. لقمه القاضي بموت فيها بالسكر بالسكر. دول حاسب بقى الاهواجي؟ ها ماشي حاسب الاهواجي. انا خصم لك كام يوم لغايه دلوقتي؟ 9 باين. 9 والاهواجي يومين، يبقى 15 يوم.
ياسمين احضرونا. ايه 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 جري يا رني، واحنا كل ما نختلف مع بعض تقعدي تعدي العيله اللي في البيت دي؟ ايه في ايه يا رني؟ دلوقتي عايزاكي تحكمي ما بينك، وانا عارفه ان كل مره بتيجي في صف ابنك، بس المره دي بالذات بقى مش هتقدري. وتحدي. قول يا ستي، عمل ايه سي عادل تاني؟ سي عادل عايز يعمل ندوه شعريه في البيت. بدل ما تعمل لنا حله شعريه باللبن والسكر نتعشى بيها، رايح تعمل ندوه شعريه؟ يا سلام، اللي يسمع كده يقول يعني محرومه من الاكل؟ ما انت بتاكلي كل يوم، انت ما بتركزيش غير في الاكل. وبعدين ندوه شعريه ايه المشكله يعني؟ ايه المشكله ان انا اعمل ندوه شعريه؟ الاكره بتاعت اوضتي اتكسرت، عاوزه اجيب نجار يصلح. وبالمره بما ان النجار جه يعني خليه يصلح ضرفه الدولاب بتاعي، كل ما قفلت تتفتح، كل ما قفلت تتفتح، عايز يكون في عفريتي عادي. هما يقصدوا يقولوا لك يا حبيبي ان في اولويات في البيت اهم بكتير من الشعر والهقص والكلام الفاضي. كلام الفاضي. وهما مش عارفين يقولوا يقصدوا ايه، ده على اساس بقى ان انت الكتالوج بتاعهم يعني. عموما ده بيتي وانا حر اعمل فيه اللي انا عايزه. طبعا يا عادل، مارس هواياتك اللي بتحبها، اهم حاجه يا حبيبي انها ما تاثرش على دراستك. على فكره يا عادل، بتوع الشعر دول عاوزين يستغلوك. وايه اللي خلاكي بقى متاكده او كده يا ماما؟ ده واضح يا ابني جدا، لان الشعر بتاعك ركيك. بس يا سناء عيب ما تقوليش لاخوكي كده. انت يا عادل يا حبيبي فاشل في الشعر. فاشل في الشعر؟ انا مش فاهم، في ام تقول لابنها كده وانتوا تفهموا ايه اصلا في الشعر؟ كلمه شعر دي جايه من شعور، وانت اصلا يا حبيبي لو عندك شعور كنت جبت الحاجات الناقصه في البيت. يعني مثلا ابي فرناس الشاعر الجاهلي عمره كتب بيت شعر واحد وبيته ناقص حاجه؟ ابو فرناس ما كتبش بيت وبيته ناقص حاجه؟ وانت تعرفي ابو فرناس ده منين؟ مراته معاكي في النادي يعني؟ خدناه في المدرسه، مدرسته مللو. ابو فرناس انت بتقولي عليه ده كان بيطير، الشعر اللي قصدك عليه اسمه ابو نواس يا جهله. غلط، ابو نواس ده بتاع الشاورما اللي في شارع جامعه الدول العربيه. بسم الله ما شاء الله، ايش جاب مدرستك اللي بباب الشعريه لجامعه الدول العربيه؟ بتيجي وانت يعني عارفه كل حاجه. فعلا ابو نواس ده كان بيطير في شارع جامعة الدول العربية وهو بيقول شعر، وقع فتح محل بتاع شاورما معروفة يعني. ودلوقتي يا جماعة بجد بجد، الشعراء دول لو جم هنا البيت أنا مستفيد، لأن أنا ممكن أبيع لهم الشعر بتاعي. بدل ما تبيع لهم الشعر بتاعك ما يكتبوهم ما أحسن. يا ابني أسهل حاجة في الدنيا إنك تقول شعر. أقول لك شعر أبو نواس بيونس الناس، بح يا قفة يا قطة. ها هو أي كلام وخلاص. بص يا جماعة، انا فعلا غلطان ان انا فكرت اجيب الشعرة دول هنا، كنت عايز ادي قيمه تانية مختلفه للبيت. مش معقوله، حلوه قوي العماد. ربنا يوفقك يا دوله. خليك معايا اظن كده بقى يا استاذ عادل كل حاجه مظبوطه عشان الخطبه اللي هتلقوها من هنا. يا ابني ما اسمهاش خطبه، افهم بقى، اسمها تمسيه. الخطبه دي مظبوطه. حس كده بقى يا باشا، يا ريت تعمل حسابي في المسا ده. انا عينيا ليك يا حته، بس اهم حاجه عايز القهوه النهارده منضبطه، مش عايز فيها اي دوشه، عشان نعمل الندوه بتاعتنا كويس. من عينيا. حاضر. مقضيه. شو قول لي تمسيه؟ تمسيه مقضيه يا دول. اهلا اهلا، الشعراء جم. يلا صباح الخير. اهلا وسهلا. الاستاذ رمزي اللي كلمتك عنه. ايه ده؟ ايه اللي كلمتها عنه ده؟ لا انا مرتبط والله يا انسه. عنده حس ضعاف يا شعبيه. انا بعمل بحث في الموضوع ده. يا اهلا وسهلا، منورين ايها الشعراء. تفضلوا تفضلوا تفضلوا. اهلا وسهلا، حيث تدار ندوتنا اليوم من هذه الترابيزه ان شاء الله، وربنا يتمم بخير. ايه يا عادل بلاش ربنا يتمم بخير دي، بص بتبص لي ازاي. الانسه سمر الشرشاوي دي أستاذة في علم الجمال وباحثة اجتماعية، أما الأستاذ إبراهيم التت ده اللي ذكر اسمه في إهداء الشاعر رميح عفيفي، ده بقى فسوخة الحظ بتاعتنا، لما يتحط إهداء في ديوان أي شاعر ما يبيعش أقل من 50 نسخة. يا 50 نسخة ما شاء الله. أهلا وسهلا أستاذ فسوخة. أهلا وسهلا يا دكتورة. والله يعني أنا صراحة مش عايز أعرفكم بنفسي بشكل تقليدي، ولكن هستعين
بجملة قالها زميل شاعر اسمه ايه ده شكسبير، قال ان الوردة ايا كان الاسم يعني مهما يكون اسمها ايه يعني ستنشر عطرا يعني هتملى الأوضة ريحة بقى. هو قصده يعني يقول تعرف فلان اعرفه قريت شعره؟ لا يبقى ما تعرفوش. انت ايش عرفك انت انا عايز اقول ايه؟ مالكش دعوة خلاص. يا جماعة انا هقول لكم قصيدة من ديواني بعنوان مصر، وبعدين هنعمل ايه في الليله دي ربنا يستر بقى. انت مش قلت لك ان في عشاء استاذ عادل؟ عيب، العشاء موجود، اللحمه من عند العسكر واللقمه القاضي جايه كمان. طب اتفضل يا استاذ عادل سمعنا، اشتقنا والله عايزين نستطعم. يا مصر يا حلوه يا غاليه، فيكي التوك توك مال الشوارع ومحدش عارف هتعملوا له رخصه ولا هتسيبوه كده ولا ايه. يا مصر يا غاليه. استاذ عادل. ايوه يا سيدي عارف، بالسكر، لقمه القاضي بالسكر. مش المفروض ان انا اديني الندوه؟ اه انا اسف جدا والله يا استاذ عجلان، يلا وقاحتي يلا وقاحتي. اتفضل حضرتك اتفضل. دلوقتي يا جماعه انا هقدم لكم الاستاذ عادل شاعر مبتدئ، ودلوقتي هنسمع شعره والقصيدة اللي هلكيها بعد ما نشوف ماتش الأهلي. لا ماتش الأهلي ايه حضرتك؟ لا حضرتك واحنا هنركز مع الماتش، احنا جايين نعمل الندوة، انت ناسي ولا ايه يا استاذ عجلان؟ طب ما هو بتركه فنان برضو. مش ده ماتش الأهلي وطلقة؟ ايوه يعني هنسيب الندوة ونقعد نركز في طلقة، طلقة ايه اللي نركز فيها اخواننا؟ طب يا دولة طب ما تقول البقين بتوعك في الهاف تايم. البقين بتوعي؟ يا جماعة بصوا بقى، يا اما الندوة يا اما اللحمة. انا مش فاهمة ايه اللي جرى للبدنجان. كان زمان ادب المقوار في كرش البدنجانة يبقى زي الزبدة على طول. ايه في ايه؟ دي بوظت البدنجانة. انتوا كده بتعملوه كده؟ بنعمله كده ازاي يعني؟ مش عارفة، أتاري أكلكوا كله مدهول ومهرول. أنا عرفت دلوقتي ليه. أنا عايزة أعرف بقى سناء ليه ما بتنورش معانا البتنجان؟ إيه؟ أنور البتنجان؟ أنا تقولي لي كده؟ أنا امرأة عاملة، ما عنديش فراغ، ما عنديش وقت، أنا بربي نشء، زور المجتمع دي تتفتح من صوابعي. أنور البتنجان الآن؟ ها؟ فضيالك أنا عشان أنور البتنجان. الولد ده حمار، أما ده بقى ده حيوان. تقولي لي إيه اللي عندي بهاي؟ اتفضلوا يا اهلا وسهلا، بس ثانيه واحده ثانيه واحده بس عشان افضي المكان عشان عندنا ست شباب. بتبصوا على ايه؟ اصبروا. انت معاك حد يا عادل؟ ايوه معايا حد. معلش فضلنا بقى الصلاه هنا اهو. يلا يا جماعه يلا يا سناء شيل المحشي اللي انت بتعمليه ده. اولا سناء ما نقورتش معانا ولا محشيه من صباحيه ربنا. نقورت معاك؟ هو انت كده ده مهدي نقوره مش تقوير ابدا اللي انت بتخرميها من الناحيه الثانيه. برافو عليك يا حمادي. سقفي انا كمان يا بابي قورت بتنجانيه. برافو عليك يا ياسمين، عقبال ما تكبري كده ان شاء الله وتقوري ورق عنب. يعني انت يا عادل ما عندكش دم؟ ما بتحسش؟ شايف البيت ملعب كره رايحين جايين عمالين نرمح فيه طول اليوم، فقلت تريحنا من الجاي وتحبسنا. ما غصب عني هعمل ايه يعني يا رانيا؟ هعمل ايه؟ يلا يا رانيا يلا ما تكتريش كلام معاه، ما فيش فايده من الكلام معاه. تعالي نقعد في البيسين. يلا اتنين ليمون يا عادل. هجيب المايو بتاعي يا مامي. ايوه يا حبيبتي خدي المايو يلا اتكلوا على الله. بسرعه يا دوله ايدي اتخدلت. اهلا وسهلا، خلاص عديهم عديهم. اتفضلوا يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، اتفضلوا اتفضلوا. ايوه كده يا دوله بقى كده الواحد يتفرج على الماتش يا ابن عمي براحته. الماتش ده في الاستاد، انت ايه اللي جايبك؟ اهلا وسهلا، اتفضلوا يا شعراء. يا سلام، المنزل والبيت امتلأ بالاشعار انها يا سلام يا استاذه سمر، والله حضرتك نورت البيت المتواضع اللي انا فيه ده. الشعر كله ماشي بيتدلدق منكم ما شاء الله. اهلا وسهلا، اتفضلوا اتفضلوا. طيب يا اساتذه انا بعد اذنكم يعني حابب استاذن ابن عمي واخويا وحبيبي ان انا القي عليكم قصيده. لا قصيدتي قصيدتي تتكلم دي يا ملوش دعوه بالحكايه دي. انه يهرج يا ايها انه يهرج. كنت متاكده انه جواه شعر. يا ريت يا ريت نسمعه. ده احنا مستنيين اللحظه دي من الصبح. لا حضراتكم هو تهريج وخلاص ولا ايه؟ ده شاعر مش حد يقول شاعر اقعد يقوله. ايه ايه انت غيران من رمزي؟ لا غيران منه ليه يعني؟
اتفضل اتفضل اتفضل، قول قول. ما تطرنيش بقى. ده بص حضراتكم، ده نام ده نام. تحية تحية للناس اللي جاية في الحتة دية في أحلى تمسية. امبارح وانا ماشي بالليل وحدي قطرني امين شرطة، بصيت شمال قلت بصيت يمين قلت بصيت لفوق قلت برضو، بصيت لتحت قلت يما، خدت جنب وعدى الامين بالكمين في المغربيه. جعت كلت تقلت نمت وحلمت ببكره احلى من عم نول. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايه ده ايه شعر ده ولا مش شعر؟ طب ماشي، مخصوم منك شهرين. ده بقى بيجمع بين الشعر والنثر. على فكره اكتبها لي عشان انشرها في الجريده. ما بعرفش اكتب. ايه معقوله الشاعر ما بيعرفش يكتب؟ يا ريت تدونها له يا استاذ عادل لانها مهمه جدا. ده بيفكرني بالشاعر العبقري المنتشر سيد العفن في القصيده المهمه جدا بتاعته اللي اسمها المواطن المقفول. مواطن مقفول ايه؟ معلش بعد اذنكم، يعني انا جايبكم البيت عشان اقول لكم الشعر. اقول بقى شعر ولا ايه؟ اتفضل قول يلا سمعنا. يا مصر عايز اقول لك على حاجه مهمه جدا، بس اسمعيني والنبي بقى يا مصر بقى. عادل عايزه ايه؟ حلة المحشي. معشي في وسط مصر دي. بقول لك ايه؟ هات لي صباعين محشي. نية حضرتك. سخنوه. شكرا. حضرتك محشي ايه اللي انت عايزه؟ مش احنا طالبين اكل من عند الراجل العسكري ده حضرتك، لحمه وكله. واحنا شفنا منك حاجه؟ كمل. يا مصر، نيلك طويل من اول بقى ايه كبر قصر النيل لغايه بقى ايه عين الصيره وبين السرايات لغايه القناطر كلها. إيه؟ واحد صاحبي بقول لك ايه، شوف لنا حاجه غير دي. غير ايه؟ غير اللي بتقولها دي. ليه حضرتك مش عاجبك؟ لا وحشه بصراحه، وحشه. والكلام اللي كان بيقوله ده كان حلو؟ ده شعر تلقائي. تلقائي ايه حضرتك؟ ما انت لو عايز بقى من ابو تلقائي ده. ما اتفضل حضرتك، اتفضل. ماشي تلقائي ده انا فرق. ماشي. اللحمه حمراء والرز بيضة والفته حلوه. الله ايه الحلاوه دي؟ هذا شعر ولا بلاش؟ ولا حته اللحمه حمراء. يا سلام على وصفه للون الاحمر بتاع اللحمه، وصفها بطريقه بليغه عميقه الاثر ولطيفه المذاق والمعاني. يا سلام، هو ده الشعر اللي عجبكم يعني؟ واقع واقع ملموس ومأكول. مأكول ازاي حضرتك؟ ايه احنا مش هناكل بقى ولا ايه؟ ايوه صحيح، هو الاكل فين؟ ايه الندوه القرديحي دي؟ انتوا جايين اساسا عشان تاكلوا؟ والله العظيم انتوا لا شعره ولا